نبقى في موضوع الحصص التموينية وكيف تستغل إعلاميا بغرض الدعاية. نائب يوزع جزءا من الحصص التموينية المخصصة للنازحين، وزعها على مواطنين بغرض الاستفادة منها في أغراض دعائية وانتخابية. هذا علي فيصل فهد الفياض، وشلون العالم محتقرين العالم. واحد واقف واحد. محتقرين العالم، شموا عليهم مثل القرودة. شوف يا واضح على الشعب. واحد وين واقف؟ ضاع العينتين. الصور التي سنعرضها عليكم وأمامكم الآن سيظهر فيها أحد نواب البرلمان في العراق. سيظهر فيها أمامكم النائب علي الفياض. بعض الصور طبعاً التي ستعرض الآن تؤكد هذه الصور أن المواد التموينية التي وزعت على المواطنين تخص وزارة الهجرة والمهجرين، ما يعني أنها أخذت بغير وجه حق ولم توزع على النازحين، وإنما وزعت لأغراض انتخابية.